أنت ولدتي في البصرة. نعم. في المعقل. نعم. جميل. ومتى كانت الانتقالة إلى بغداد؟ بغداد يعني أنت تسألني عن الحالة الغنائية لو الانتقالة النهائية؟ انتقال السكن أنا أقصد. السكن 71. نعم. وعندما استقريتي في بغداد ما رجعتي بعد إلى أن صار سفر؟ لا شلون، أنا ما أقدر بلي البصرة، كل شهر لازم كنت أروح أزور لأن أهلي هناك. صحيح. ما زالت أهل هناك في البصرة أم لا؟ هاجر جميعهم، اللي انتقل إلى رحمة الله واللي هاجر واللي نعم. الأستاذ عماد. نعم. تعرفتي عليه في إذاعة بغداد. نعم. كنت تعتقدين عنه مغرور؟ لا إيه يعني شايف روحه، شايف روحه يعني هو مساعد مخرج. إيه. وأني في فترة من دلدلوني قلب الدنيا. صحيح. فالناس تيجي تتعرف ونحكي. نعم. عادي. نعم. هو يشوفني يسوي روحه ما يشوفني، هذا منه يعني واقفين ناس أحكي وياهم. نعم. وهو من ضمنهم، يسوي روحه ما يشوفني، فصرت من أشوفه يعني بالمشي هو قدامي أغير طريق حتى لا أشوفه، إلى أن فد يوم المخرج المرحوم محمد يوسف الجنابي. نعم. كنا مشتغلين عمل سوا شهر عسل في الرميلة، فتعرف على والدي من رحنا للبصرة صورنا. جميل. بالرميلة. نعم. فقال لي أنا رايح البصرة دا أصور بخور العمية. نعم. إذا عندك شيء للوالد. قلت له والله عندي رسالة، ما كانت أكو التكنولوجيا. صحيح. الموجودة حاليا، فانطيتها رسالة أخذها وانتظر الرد من. نعم. بابا أجا عماد جايب لي رسالة، قال أستاذ محمد ما صار عنده مجال يشوف الوالد، أنا شفته وانطاش هاي الرسالة. جميل. فظليت أسأل عن العائلة، عبالي شاف العائلة. نعم. وشي، لأن عادة أهلي أي واحد يروح حسيتي لازم. حسيتي كان يريد يفتح موضوع وياك يعني بوقتها؟ لا لا، لو هي فعلا لا لا، أنا من النوع الكلش اجتماعية بلا شك، لكن بحدود. صح. سألت عن أهلي، تخيلت أنه عازميهم بالبيت، قلت لا رحتوا عندنا البيت شفت أهلي. نعم. قال لا كنا مشغولين، بس يعني أخذت الرسالة وجبت لك إياها. جميل. فمن ذاك اليوم من نلتقي نسلم، بعدين صارت صداقة، كنا بنات اثنين وولد اثنين. نعم. نبيل كوني وعماد وآني وسوسن اللي صارت زوجة الدكتور محمد يوسف الجنابي. المهم استمرت العلاقة، يعني كنا نمشي من الصالحية يوصلوني إلى بيت عمتي بكم سارة. نعم. كنت ساكرة عند بيت عمتك والأهل في البصرة؟ أول فترة بيت خالتي باثنين وخمسين. نعم. بعدين سافرت خالتي فرحت يم عمتي بكم سارة، فكنا نمشي من الصالحية يوصلوني البيت مشي. نعم. أو أحياناً ناخذ هذه العربانات اللي بيها حصونة. نعم. نروح ناكل آيس كريم ومنها كنكمل مشي إلى أن نوصل. شو اللي أثارك بشخصية أستاذ عماد يعني؟ هدوءة. نعم. ما عنده هذه، تعرف أنت من تكون معجب بشخص تكون متلهف عليه. صح. هو لا ما يظهر مشاعر. لا لليوم، بس احنا كنا اصدقاء. اي لليوم. لليوم يعني اذا كلش طالعه تخبلين اليوم، هاي اقصى ما يقوله. اقصى ما يقوله. نعم. اما قصيده او يبعث اغنيه لا. لا لا لا، بس احنا عندنا مثلا اغاني مشتركه، من كنا نطلع ورا ما اشتريت السياره. صح. كنا نطلع اخلي الاغنيه يقول لي تتذكرين ذكرك ايام الحب. صحيح.